اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تفاهم. هنا بكم هنا في المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء بالضبط من شارع محمد السادس كراج علال. جينا لكراج علال البارح كنمشيو معنا واحد الفوضى اللي باع المستعملين ولاو فرشين في الشانطي وتسدى الطريق. الناس مبقاوش قادرين الطونوبيلات ديالهم مع العواشر والناس على تخلصات كلشي كيتقدا كلشي خارج. اليوم السلطات صبحوا هذا الصباح جابوا الباريالات باش يديروهم للباعة على حساب ما يبقاوش يحطو في الشانطي، يحدو الطريطوار وخلاوهم ترسلوا على الله، ولكن ما غيحطوش لحقاش الناس اللي كيدوزو كاع يعني الناس كتشكى، الناس مبقاتش قادرة تدوز من هنا كتجي تا لهنا وكتبلوكا الطريق صافي كيبقاو الناس واقفين الطوموبيلات ديالهم. كاين بعض الباعة ما كيحشموش ما كيحيدش من الطريق كتشي في الراس الوسط كتبقى معرقلة حركة السير هنايا المرور كما كيقولو. وتما كيما كتشوفو معانا جاو دارو ليهم واحد دارو ليهم باريالات باش يلاه يحبسوهم ميهبطوش. حشات الشنطي هذا ديال الدراجات النارية ولاو كيفرشوا فيه يعني مبقاش خدام وهبطو. كاين بعض منهم هبطو حتى الشانطي ديال السيارات. انت غتسالي هاد الاشغال ديال الطرام باش تولي محركة شوية تركت من النفسة. الناس راه كتفرش على اليمين وعلى اليسار صحاب المحلات راه طالع عليهم الدم بسبب الفراشات اللي كيفرشو هنايا. هنا كيوليو الفراشات هانتوما صحاب المحلات هدا السولة على هاد البلاصة. الناس راهي هنا وحنا كدير هاد الكرياجات هدا كنتمشاو هدا دار محل هنا كما كتشوفو معانا فراشات. هي صحاب المحلات عطار عليهم البلاصة اللي هضرنا عليها لهي هاهي بحال هادي بحال هادي. الآخر شدها ودارها محل ديالو يعني السلطات ملي كتجيو على أقل حاجة جيو لبحال هاد الناس هادو اللي واخدين دير محل اخر. لكن في الحسبان حتى الناس ديال النظافة تقهروا تساكن حقاش هاد الناس هادو ملي كيجيو يفرشو كيحلو لي كاس وكرامة ملي تيجمعوهمش ويمشيو كيلوحو داكشي في الشارع حتى تتولي الدنيا كلها مسبلة. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي.